أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى عليه السلام الحديث العاشر من احاديث هذا الباب عن ابي عبد الله عليه السلام انه كان يلوم عبد الله ويعاتبه ويعظه ويقول ما منعك ان تكون مثل اخيك فوالله اني لا اعرف النور في وجهه فقال عبد الله لما أليس أبي وأبوه واحدا وأمي وأمه واحدة؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إنه من نفسي وأنت ابني. هذا الحديث في نفي إمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق والاشاره على امامه الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ذكرنا فيما مضى ان من علائم الامامه انه يكون اكبر الابناء الاحياء حين وفاه والده بشرط ان لا يكون فيه عيب ولا نقص الإمام الصادق أكبر أبنائه إسماعيل رضوان الله تعالى عليه، لكن إسماعيل مات في حياة الإمام الصادق، وكان ذلك علامة عدم كونه إمامًا. ثاني أبناء الإمام الصادق كان عبد الله. وعبد الله كان معيوبا معوقا في رأسه عيب أو في قدميه فطح فلذا العلامة لم تكن لم تكن متوفرة فيه لأن العلامة أكبر الأبناء الأحياء من غير عيب وثالث الأبناء كان الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام فهو كان الأكبر من غير عيب حين وفاة والده الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى عبد الله الأفطح لما توفي الإمام الصادق مسموما زعم بعض الناس إمامة عبد الله ورجع إليه الكثير من الشيعة لكنهم عدلوا عنه بعد ذلك، أولا جاءه علماء من الشيعة وسألوه عن مسائل فتبين أنه لا يعرفها، والإمام عالم بجميع المسائل كما مر سابقا، فهذه علامة تبين أن عبد الله لم يكن إماما ثم إنه صدرت منها أعمال لا تليق بالإمام وقد مات بعد الإمام الصادق بفترة وجيزة الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه يروي أنها كانت سبعين يوما وبعد ذلك تبين للذين رجعوا اليه انه لم يكن اماما فرجع اكثرهم الى امامه الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وبقي القليل منهم يعتقدون بامامته ومن بعده امامه الامام الكاظم، يعني الفطحيه وهي طائفه انقرضت هؤلاء كانوا يعتقدون بأن الإمام السابع هو عبد الله هو عبد الله وأن الإمام الكاظم هو الإمام الثامن، يعني هم يعتقدون بجميع الأئمة بزيادة إمام، ومن أسباب انقراضهم إضافة إلى ضعف الحجة، أنه كانوا يأتون إلى الأئمة اللاحقين. والذين كانوا يعتقدون بامامتهم ويسالونهم عن امامه عبد الله فكان الائمه عليهم الصلاه والسلام ينفون ذلك ويقولون انه لم يكن اماما. بالنسبه الى عبد الله هل هو حقيقه ادعى الامامه او لا؟ لمعرفة ذلك يحتاج إلى شوية تحليل تاريخي، ولعل هذا التحليل يسوقنا إلى الاعتقاد بأنه لم يدعي الإمامة، حينما بدأ حكم بني عباس، هؤلاء كانوا مشغولين ببني أمية لفترة طويلة لأنهم اقتلعوا حكم بني أمية، لكن تغيير نظام إلى نظام جديد، واقتلاع جذور ذلك النظام القديم، هذا يستغرق وقت، لذا أول سلاطين بني العباس كان السفاح، سمي بالسفاح لكثرة ما قتل من الناس. وخاصة من بني أمية مثلا دعا مجموعة كبيرة منهم في مأدبة ويروى أنهم كانوا ثلاثمائة شخص ثم بقضية مفصلة اتفقوا يا شاعر وهذا الشاعر جاء وقرأ قصيدة أنشأ قصيدة بأنه أنت كيف تجالس هؤلاء الذين قتلوا الحسين، الذين قتلوا زيدا، الذين فعلوا ما فعلوا وفعلوا ما فعلوا، فالتفت بعضهم إلى بعض وقال: قتلنا الرجل، فغضب السفاح، طبعا هي كانت مؤامرة عليهم، وأمر بضرب أعناقهم جميعا، فضربت أعناقهم ثم مده البسط والفرش على اجسادهم وهي تضطرب ومده المائده وجلسوا على المائده التي هي على اجساد هؤلاء من بني اميه وهكذا تبعوهم في كل مكان وفعلوا بهم ما فعلوا لكن هذا يحتاج الى زمان احنا في العصر الحاضر نجد أن الأنظمة عندما تتغير اجتثاث الجذور النظام السابق هذا يطول لفترة ففي بداية أمرهم بنو العباس كانوا مشغولين بعدين صارت معارضات لهم بعض بن الحسن ثاروا ضدهم مثل محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن و كانت حروب بين بني الحسن وبين المنصور العباسي إلى أن تغلب المنصور وأيضا قتل من بني الحسن ما قتل، فلما استتب الأمر لبني العباس بدأ التفاتهم إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وإلى سائر أهل البيت بالتضييق والبطش. الإمام الصادق كما ذكرنا من اليوم الأول لم يستجب لدعوات الثوار ضد بني أمية، وإلا هو كان أكبر بني هاشم وال الذي تتوجه إليه الأنظار، أبو مسلم الخراساني راسله الإمام لم يجبه، آخرون أيضاً الإمام لم يستجب لهم بنو الحسن ارادوا ان يكون الامام معهم، الامام لم يستجب لهم، وانما انشغل بنشر العلم. فلما زال بنو اميه ايضا الامام الصادق استمر في ذلك، والمنصور يعلم بذلك، لكن مع ذلك المنصور لما بدأ بينه القتال وبين بني الحسن حقد على بني علي جميعا فلذا ضيق على الامام الصادق مع انه ما كان يخشى جانبه السياسي او العسكري. واراد ان ينهي الامامه في الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. لذا مرات متعدده اراد قتل الامام الصادق عليه الصلاه والسلام الى ان تمكن من دس السم اليه فتوفي مسموما. ثم كتب الى واليه بان يقتل وصية الامام الصادق طبعا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام بقضيه سنقراها في الاحاديث اللاحقه حفظ الامام موسى بن جعفر زين عبد الله الافطح في هذا الجو كان هو اكبر الابناء الاحياء طبعا كان فيه عواق وعيب لكن كان الاكبر وبعض الشيعة رجعوا اليه فاشتهر انه هو الإمام مع أنه لم يكن الإمام المعين من قبل الله سبحانه وتعالى ووفاته بعد الإمام الصادق بسبعين يوم أو أربعين يوم هذه وفاته أيضا مشكوكة ولعله أيضا دس إليه السم وحتى وفاة إسماعيل أيضا مشكوكة لأن إسماعيل كان هو أكبر الأبناء الأحياء وصاحب فضل وورع وتقوى وكان الناس يتصورون انه هو الامام. ايضا مات في حياه الامام الصادق، ايضا القضيه مشكوك في امرها، لعله تخطيط من بني العباس لانهاء امر الامامه. لذلك بعد ان مات عبد الله الافطح الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام الى نهايه حياه المنصور وتقريبا اربع سنوات كانت الامام الكاظم كان في تقيه شديده ساكتا فلما مات المنصور وملك ابن المنصور محمد الملقب بالمهدي العباسي لما ملك الامر ذاك الوقت الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام بدا بممارسه المهام الموكله اليه. في كل فتره المهدي وفتره من فترات ابن المهدي هارون الرشيد بعد ذلك ايضا هارون اللا رشيد ضيق على الامام موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام. طبعا عبد الله الافطح مو امام وليس بمعصوم. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان يعاتب أحيانا هذا لتربيته أحيانا الأب يعاتب الإبن أحيانا يعظه أحيانا يلومه تربية له يقول له أنت شوي كن مثل أخيك كن مثل أخيك في هذا الحديث الكلام اللي الإمام الصادق يذكره يدل على أن الإمام الكاظم هو الإمام سنقرأ العبارة كان أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يلوم عبد الله ويعاتبه ويعظه اللوم هو العذل بعبارة أخرى التنقيص من هذا الشخص لأجل عمل غير لائق صدر منه لامة هذا العمل ما كان لائق بك ما كان مناسب لك ينقص منه هذا يسمى اللوم يسمى العذل العتب شنو هو بيان غضب الشخص من الشخص الآخر ولكن برفق يقول عاتبته يعني بينت اني غاضب عليه، لكن هذا البيان قد يكون بعنف وقد يكون برفق، اذا كان برفق يسمى عتبا. والوعظ هو التخويف والتذكير بالخير بما يرق له القلب. زين لماذا الامام الصادق كان يلوم عبد الله ويعاتبه ويعظه تربيه له؟ ويقول ما منعك ان تكون مثل اخيك ايضا يبين له المثل يعني اخوك مثلا هذه الامور لا يرتكبها ما يمنعك انت لا ترتكبها فوالله الشاهد هنا أنا. اني لا اعرف النور في وجهه فقال عبد الله لما اليس ابي وابوه واحدا لأن عبد الله ولأن الإمام موسى بن جعفر كلاهما أبناء للإمام الصادق وأمي وأمه واحدة يعني كلانا ننتسب إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها وإلا أم عبد الله أم عبد الله وأم الإمام الكاظم من زو يعني من زوجتين كانا عبد الله أمه بنت عم الإمام الصادق فاطمة بنت الحسين ابن علي بن الحسين أما الإمام الكاظم أمه كانت أم ولد يعني كانت أمة حميدة أو حميدة فحينما هنا يقول وأمي وأمه واحدة يعني كلانا ننتسب إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها فقال له أبو عبد الله إنه من نفسي وأنت ابني هذه إشارة أيضا واضحة. إنه من نفسي يعني من طينتي فيه خلقي وخلقي وشمائلي وهذه العبارة عادة تطلق لبيان كمال الاتحاد في الكمالات والفضائل والدرجات ونهاية الاختصاص ولذا الرسول ماذا قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ علي مني وأنا من علي الرسول ماذا يقول بالنسبة للإمام الحسين حسين مني وأنا من حسين هذا يبين كمال الاختصاص طبعا الإمام اللاحق والإمام السابق أحدهما من الآخر يقول إنه من نفسي وأنت ابني أنت بالنسب مرتبط لكن هو بالنسب والروحي والكمالات والفضائل مرتبط وهذه اشاره واضحه على امامته عليه الصلاه والسلام. النسب فضيله لكن اذا الانسان ما راعى حرمه هذا النسب يكون هذا بالنسبه له نقص ورذيله. ابو لهب نسبه شريف عم الرسول صلى الله عليه واله. لكن بسبب كفره ومحاربته للإسلام وإيذائه لرسول الله صلى الله عليه وآله لم ينفعه نسبه نزلت فيه سورة من القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب امرأة أبي لهب هي أم جميل أخت أبي سفيان فقال له أبو عبد الله إنه من نفسي وأنت ابني وفي حديث مروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول ولايتي لعلي بن أبي طالب أحب إلي من ولادتي منه الولادة فضل لكن الولاية أفضل لذا أبو لهب نزلت سورة من القرآن في ذمه وسلمان وهو فارسي ليس له نسب العرب الرسول بالنسبه اليه قال سلمان منا اهل البيت الحديث الحادي عشر من احاديث هذا الباب عن يعقوب السراج قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام وهو واقف على راس ابي الحسن موسى وهو في المهد فجعل يساره طويلا يعني الإمام الكاظم كان صبيا في المهد يعني رضيعا لأنه يوضع في المهد الرضيع أما إذا شوية الطفل كبر بعد ما يخلوه بالمهد الصبي في الكاروك وهو في المهد فجعل يساره طويلا يعني الإمام يناجيه يتكلم معه بصوت خفي فجلست حتى فراغ فقمت إليه فقال لي ادن من مولاك فسلم المولى هنا بمعنى الاولى بك هذه في اشاره ايضا على امامته عليه السلام من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني من كنت اولى به فهذا علي اولى به ولا يكون احد اولى بالانسان الا الرسول والامام ادنو من مولاك فسلم فدنوت فسلمت عليه فسل فرد علي السلام بلسان فصيح هذه من معاجز الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام وذكرنا فيما مضى ان الائمه عليهم الصلاه والسلام دلائل امامتهم متعدده من جمله دلائل امامتهم المعاجز لكن هذه المعاجز كانت حالات خاصه بعكس الأنبياء اللي معاجزهم كانت حالات عامة. الأئمة معاجزهم كانت حالات خاصة إلا في أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، فكانت بعض معاجزه عامة، وذاك لسبب سنذكره إن شاء الله في بعض الحلقات القادمة. هذه المعاجز الخاصة لخواص الأصحاب. وأما العلائم الأخرى بعضها علائم عامة وبعضها علائم خاصة، من جملة العلائم العامة الناس، من جملة العلائم العامة الوصية، وهكذا، في هذا الحديث إشارة وأيضا معجزة، هل يمكن لصبي في المهد أن يتكلم؟ الجواب إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك فلا محذور فيه. ولذا من معاجز نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام انه تكلم في المهد فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عيسى عليه السلام نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى من معاجزه انه تكلم في المهد. فلا محذور عقلا في ان يشاء الله سبحانه وتعالى اعطاء هذه القدره لصبي في المهد. وقد شاء الرب سبحانه وتعالى ان يكون للأئمة عليهم الصلاة والسلام معاجز هذا منها فرد علي السلام بلسان فصيح ثم قال لي اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس فإنه اسم يبغضه الله أيضا هذه معجزة أخرى أخبر بأمر من المغيبات، لأن علم الغيب خاص بالله. وإذا الله سبحانه وتعالى شاء أن يعلم أحدا شيئا من علم الغيب فهو قادر على ذلك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. في سورة الجن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أحد من الناس لا يعلم الغيب، لكن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يخبر رسوله بالغيب فهو قادر على ذلك. والرسول إذا شاء أن يخبر ذلك الغيب للناس عامة أو خاصة قادر على ذلك. الرسول أليس أخبرنا بكثير من المغيبات وعامة في كتب المسلمين موجودة. نحن نعلم بعضا من الغيب الذي أخبر به الرسول لعامة الناس لأن الله أخبر الرسول والرسول أخبر أصحابه ووصلنا ذلك. وإذا شاء الله أن يعلم الإمام الغيب فمشيئة الله نافذة ولا شيء يعارضها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اذهب لي فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس فإنه اسم يبغضه الله وكان ولدت لي ابنة سميتها بالحميراء فقال أبو عبد الله الإمام الكاظم الإمام الكاظم هو صبي في المهد أمر يعقوب السراج بتغيير هذا الاسم الإمام الصادق ماذا قال يعقوب السراج؟ انتهِ إلى أمره تُرشد، انتهِ إلى أمره يعني شنو؟ يعني أطعه، لتكن غايتك الوصول إلى أمره، أطعه، تُرشد يعني تستقيم في الطريق، الرشد هي الاستقامة في الطريق، معناك معناها أنك تهتدي إذا أطعت أمره، حتى إذا كان أمر إرشادي. فغيرت اسمها الحديث الآخر عن سليمان ابن خالد قال دعا أبو عبد الله عليه السلام أبا الحسن يوما ونحن عنده فقال لنا عليكم بهذا فهو والله صاحبكم بعدي سليمان بن خالد هذا من خُلَّص أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هو بالأساس خرج مع زيد بن علي، وقد ذكرنا فيما مضى أن زيدًا بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه، هذا لم يخرج في زمن الإمام الباقر، لأن الإمام الباقر يعني اخوه الامام الباقر لان الامام الباقر لم ياذن له في زمن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام الامام الصادق اذن له فلم يكن خروجه من غير اذن وروايات مادحه في زيد موجود بس الامام الصادق عليه الصلاه والسلام خبره بانك تقتل وقال مو مشكله حتى لو اقتل أنا أخرج بعد أن أذن له الإمام الصادق، لكن في الوقت نفسه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأصحابه المعروفين أن يخرجوا مع زيد. لماذا؟ لأن مهمة الإمام الصادق كانت نشر العلم، ما كان يريد أن هؤلاء الأصحاب الذين ادخرهم لنشر العلم أن يقتلوا مع زيد. لأن زيدا عليه السلام قتل في القضية المعروفة وقتل أصحابه زين الإمام الصادق هؤلاء الناس من أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الصادق رباهم لكي ينشروا العلم زين إذا كانوا يذهبون ويقتلون ما كان هذا العلم ينتشر لذلك الإمام لهؤلاء لم يأذن أحد الأشخاص الذين خرج مع زيد كان سليمان ابن خالد الاقطع وانما لقب بالاقطع لانه في القتال بين زيد وبين بني امية قطعت يمينه في الحرب قطعت يمينه بعد ذلك التزم بالامام الصادق عليه الصلاة والسلام وصار من خلص اصحاب الامام الصادق في هذا الحديث يقول دعا ابو عبد الله عليه السلام ابا الحسن الامام الكاظم يوما ونحن عنده يعني اراد ان ينص لهؤلاء الخواص فقال لنا عليكم بهذا فهو صاح والله صاحبكم بعدي وهذا نص صريح ايضا في امامه الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام اسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما ومعرفه بهم هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين